başımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış. تأخرت، وينك لهلا؟ من الصبح وأنا عم أتصل فيك وموبايلك مسكر وما خبرتني وين رايح. موبايلي خلص شحنه. بالأول شفت كنان مشان العقد تبع كرم، وبعدين شفت المحامي لنشوف شو رح يعملوا. منيح، بما أنك شفت محامي ابقى استشيره بهذا الموضوع. شو هاد؟ هاي ملك رفعت عليك قضية وصاية. الظاهر هي ما أنا ناوي على خير، بس رح تندم على هالعملة. قال باي، وين رايح؟ وقف شوي. إن شاء الله تكون ارتحت هلا. هي راحت ملك، مو هيك كان بدك؟ ارضى عليك يا أختي، أنا مو ناقصني. ليك شو يلي صار فينا؟ شايف كيف حرمتنا من بنتك وولادها؟ أختي 20 سنة وهذا البيت ما مرق عليه نهار حلو من لما راحت ملك، وبعد ما إجا هذا الولد ليردلنا نروح لهالبيت خليتها تروح، وهلا رح تترك المحل. شو عم يصير معك أخي؟ أنا قلبي ما عاد يتحمل كل هذا الوجع. لا تحمليني فوق طاقتي. ملك غلطت بحقنها وما فكرت تعتذر، ومثل كل مرة عملت يلي براسها. شفتي؟ ما قالت لحالها خليني عند أبي، ما اهتمت فينا ولا برأينا، ما سمعت كلامنا ولا خلتنا ندير بالنا عليها. تركتنا ومشيت وما سمعت كلامنا. وشوفت عينك، رجعت على شغلة بالورشة وكسرت كلمتي قدام الكل. كل الناس صارت تقول إنه ما بمون على بنتي الوحيدة، ومعهم حق. قلي لي أختي، إذا أنا ما قدرت سامحها كيف أبو خليل بده يسامحها؟ شو سكتتي؟ ما عندك شي تحكي؟ شو اللي غيرك؟ نسيتي شو عملت فيكي ملك؟ هي اللي عم تدافع عنها طول هالسنين، ما أذتني إلا حالي وأذتك أنت كمان. مو كنت تقولي إنه زمرد هي رفيقة عمرك ومثل أختك، وهلأ بسبب ملك بطلت ترد عليك وتحكي معي؟ قلي لي لأشوف وين رفيقتك هلأ؟ هاد يلي طلع معك أخي؟ ها؟ بدك يعني ضحي بملك مشان ترضى زمرد؟ رح اقول لك هذا الحكي لاخر مره. وقفت جنبك كل هالعمر وبحياتي ما خالفتك، بس سكوتي انفهم غلط وخلاك تفكر معك حق.
كل هالسنين خبي حسرتي بقلبي وما خليك تشوفني، بس انت شو عملت بالمقابل؟ رح تترك محل ابوك يلي ترك لنا اياه من دون ما تسالني، ها؟ ما خطر لك تجي وتشاورني وتاخذ رايي؟ قبل 20 سنة لما كنت انت ورفيق عمرك تاكلوا على نفس الطاوله قررتوا من حالكم مصير اولادكم من دون ما تاخذوا رايهم. خطر لك تجي وتسال بنتك، ها؟ ليش انت ما اجيت وسالتها اذا كان بدها خليل؟ وهلا ليكك قدامي عم تقلي بنتي ما اخذت رايي. روح وقف قدام المرايه بالاول وقول هالحكي اللي بدك تقلي اياه هلا لحالك اذا بتقدر، بلكي بتفهم مين يلي بلش بالغلط. ريحان، أوسكا، وينكن؟ خير يا ستي؟ حضري لي الشنطة. ليش؟ وين بدك تروحي بهالليل يا ستي؟ لعند ملك. شو صاير؟ ها؟ عمتي؟ امشي، يلا يلا أمي يلا امشي. محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا فوتوا حبيباتي، اشلحوا من رجليكم هون. يلا تعوا لورجيكم البيت. ماما شو هاد؟ يعني صار عنا شقة عن جد؟ ايه حلوة مو هي؟ ليكو شو في هون؟ شايفين الصالون شو حلو ومرتب؟ صار عندك حصان؟ حبيته؟ يا روحي انت، بدنا نلاقي اسم للحصان، شو بدك تسميه؟ جسور. شو هالاسم الحلو؟ حبيبي صار عنده حصان اسمه جسور. شو يا اولاد؟ عجبكم البيت؟ إذا بدكم تغيروا بالديكور وبالترتيب بكره رتبوه مثل ما بدكم، أنا عملته هيك مبدئيا مو أكتر. يعني ماما هو حلو بس صغير. ماما لا تردي عليها، البيت بجنة ودافي كتير وفي ريحتك كمان. عن جد؟ ليكو شو؟ بكره إن شاء الله رح يصير عنا بيت أكبر من هاد بكتير. المهم إنه نحن هلأ مع بعضنا وعنا بيت بيجمعنا وفينا نتصرف على راحتنا. ماما امتى رح ناكل الكيك بقى؟ الكيك؟ فورا يا روحي. يلا دفنا روحي اعملي الشاي وكرم حضر الفواكه وانا رح فوت حط الشموع على الكيك. يلا تعو. محمود؟ ايه عمتي؟ دع اخذ الشنطة. عمتي كرمال الله غيري رأيك وخليكي معنا هون، يعني معقول بدك تروحي وتتركينا؟ عمتي عمتي
الله معك يا ستي. البيت بأمانتكم. خير إن شاء الله، شو صاير؟ سعيد عليك يا رادار. تفضل. في شكوى ضدك، لو سمحت تفضل معنا. ماما، حكيت اليوم مع مدير المدرسة مشان الامتحانات، قال لي إنه فيني أقدم امتحانات وعدل شهادتي. يا عمري أنتي وساكتة طول النهار، ليش ما قلتي لنا هالأخبار الحلوة من الصباح؟ ألف الحمد لله يا عيوني، كثير فرحتيني بهالخبرية، ليش ما قلتي لي فوراً؟ ما قدرت قلك ليش، بهداك البيت فينا نحكي أو نفرح بأي شيء. دفنا لو سمحتي لبقى تقولي هذا الحكي، ما بصير نحكي عليهم. قعدنا كم يوم عندهم وما قصروا معنا، فتحوا لنا بيتهم ومدوا لنا سفرتهم، بعدين هذا بضل بيت جدكم. بالمناسبة أنا كتير عجبتني المدرسة الجديدة، ومن بكرة رح يصير عندي تمرين كل النهار. لا تنسوا إنه بعد هالفصل بدكم تحضروا حالكم للجامعة، ها؟ يعني أنتوا لازم تزبطوا أوقاتكم وحياتكم على هذا الأساس، اتفقنا؟ مين قال إنه نحن نسيانين؟ أنا بعرف شو بدي، المعهد الرياضي ناطرني. أنا لسه ما قررت شو بدي. ييه، شو الظاهر غيرتي رأيك؟ مو كنتي بدك تفوتي معهد موسيقي؟ والله يا ماما بنتك عقلاتها مو معها هلأ. خدي تغذي، بلكي بيشتغل عقلك. بكل الأحوال في وقت قدامكم لحتى تفكروا وتقرروا، لسه بتغيروا رأيكم كتير، نسيت الشاي أنا. لك أنا ذكية مو مثلك. شوفوا كيف رجع يشتغل عقلها. بلا ما أحرق الطاولة. أيوة جاهزين؟ استنوا شوي، لحظة بس. ألو؟ إيه كوتش؟ أنا بدي أعتذر كثير منك، بس بأكد لك إنه القصة يلي صارت ما بقى تتكرر مرة تانية، وهذا وعد. عم أتصل فيك مشان موضوع تاني. خير، شو في؟ أبوك مقدم شكوى على جدك وعلى النادي. كيف يعني؟ ما فهمت. نحن دخلناك على الفريق بتوقيع من جدك، وأبوك هو ولي أمرك. من شوي كنت باجتماع مجلس الإدارة، حاولت ساعدك بس ما قدرت. يا أما أبوك بده يوقع على العقد، أو بدك ترجع المصاري اللي أخذتها. ما رح يسمحوا لك تبقى بالفريق، بدك تلاقي حل للموضوع. ماما امتى بدك نشعل الشموع وننفخ عليهم؟ يلا هلأ يا عمري، دفنا يلا حطي الشموع على الكيك، بس خلونا نستنى كرم. شمعة لكل حدا فينا. طبعاً، أربع شموع وكل واحد بيتمنى أمنية. هاي لسعيد علي، وهاي لماما، وهاي لكرم، وهاي شمعتي. كرم يلا تعا حبيبي، أخوك ما عاد يقدر ينطر. كرم، صار معك شي؟ مين على التليفون؟ كرم، بابا مقدم شكوى على جدي وعلى النادي. ليش مشتكي على جدك؟ المفروض بابا هو يلي وقع العقد لأنه الوصي، وهلأ لازم رجع المصاري لأنه رح يطردوني من النادي. حدا يفهمني لإمتى رح يضل هذا الزلمة يخرب علينا حياتنا؟
طيب حبيبي روق، اسمعني، ما رح تنطرد من الفريق، أنا رح حل الموضوع فوراً. ماشي؟ لا تضايق حالك أنت، هذا اليوم أحلى يوم لإلنا، يلا قوموا لشوف، ما رح نترك شي يعكر فرحتنا اليوم أبداً شو ما كانت. حبيبي بلا ما تزعل أخوك الصغير حرام. يلا كرم، يلا يلا قوموا. وين كنا؟ ايه مزبوط، كان عنا 4 شمعات و4 أمنيات لكل حدا فينا، يلا خلونا نشعلهم. يا ترى شو رح يتمنى سعيد علي؟ سر. سر ما؟ برافو عليك، الأمنية لازم تضل سر مشان تتحقق. يلا خلصنا. كرم جاهزين ما؟ ايه. 1 2 كرم اهدى استنى. انتي شو هاد؟ شو عم تحاولي تعملي؟ رفعت قضية وصاية، شو ما بتعرف تقرا؟ انت يلي شو عم تحاول تعمل؟ فهمني ليش رحت قدمت شكوى على جدي وعن نادي؟ حاولت احكي معك مثل الخلق، عملتي مسخرة قدام العالم. بعد عنه تركنا حل عنا بقى، كم مرة قلنا لك لك خلص كرم. انا مشكلتي مع امك، فهمت؟ انت علمتيه يعمل هيك؟ عم تحرضين علي؟ انا ما بعمل هيك، كل شيء عم حاول اعمله انه بعدك عنا لحتى نعيش مرتاحين، لانه تعبنا لهيك، لو سمحت لا تخرب لهم حياتهم لاولادك. انا خارب حياتهم بالله جد. الباي اسمع، يا اما بتتنازل عن الوصايه يا اما رح ارفع عليك دعوه بانك طلقتني بدون علمي، وقتها رح تفوت على السجن انت والشرشوحه يلي معك، فهمت؟ عن جد؟ ايه عن جد. إذا بيطلع بإيدك لا تقصري. أوعك تتحداني. مو قلت لي خلينا رفقات لأنك مو مفكر بالزواج؟ طيب شو اللي غير لك رأيك؟ كنت مفكر إنه الوحدة مريحة، بس اكتشفت إنه ظلمت حالي كتير، وكل هالسنين كنت حارم حالي من الحب بلا سبب. كل الناس عموماً بحاجة للحب بحياتها، وفهمت هالحكي لما شفت شو صار بالخال حافظ. بعرف إنه تصرف أمي وأبي كان غلط بحقك، وهذا ضايقني كتير طبعاً، بس هن بدهم مصلحتي مو أكتر. لهيك أنا بعتذر إنه حطوكي بهالموقف الصعب، لكن كأنه نصيبنا نرجع نجتمع مع بعض، فبتمنى تعطيني فرصة. شو رأيك؟ إذا حاسة إنه عندك أمل بعلاقتنا احكي مع أهلك وردي لي خبر، لأقوم بالواجب. لمعلوماتك الأولاد بعدوا ساكنين معك، بفضلي أنا مو بفضلك، حتى الغبي أخوكي تهجم علي بالسوق هو وشغيلته سعران، وأنا شو عملت؟ تصرفت بأصلي وقلت عيب يا رجال، لا تخرب له بيته، كان فيني روحوا اشتكي عليه. إيه؟ ما رح أقلك غير إنه منلتقي بالمحكمة، تفضل اطلع. ماني طالع لبرا. ما رح ماما حاجة تصرحوا ليك، كيف خاف سعيد علي؟ ما عاد أتحمل هذا الوضع أكثر من هيك، يا أما بتعطيني الأولاد يا أما شو؟ شو رح تعمل؟ قول لشوف. لا تتدخل. كرم بعد عنه. رح أقتلك وخلص عليك. كرم شو هذا اللي عم تقوله؟ لا بقى تعيد هذا الكلام ابني، اصحك. انت ما فيك تهددنا. كرم بكفي. تركي خليه يحكي، شكله تعود على المخافر، بكره بيتصل فيني مشان طالعه. يا بابا بترجاك، يعني لامتى بدنا نضل هيك؟ خلص بكفي روح. انت بالذات ولا حرف،
خجلتيني قدام الكل بالمدرسة. اوعك تاني مرة ترفع ايدك على بنتي، فهمت؟ اطلع من بيتنا ولا بقى ترجع. ما رح اسمح لك تخرب حياتنا. اطلع يلا، اطلع من هون. اسمعي، رح امشي هلا ماشي، بس انا عم حذرك، يا اما الاولاد بيكونوا عندي بكره الصبح برضاكي، يا اما بامر من المحكمه وبخلي الشرطه يشحطوكي على السجن وبحرمك من شوفتهم. روح انقلع يلا، انقلع ولا بقى ترجع. كرم ليش هيك ساويت؟ قلي شو صاير لك؟ شو هالحكي هاد؟ لا تخوفني عليك، مو ناقصني كرمال الله. ما شفتي كيف جاي حاسبنا وما انه خجلان على حاله؟ ما عاد فيني اتحمله اكثر. كرم ما فيك تحمينا بهالطريقة ابني، هاي الطريقة رح تجيب آخرتك. ما بتتذكر شو صار فينا وقديش عانينا؟ بترجاك لا تعمل هيك. أنا آسف، ما بقى عيد. اسمعني كرم، بدك تسيطر على حالك، عم تفهم؟ بدك تتعلم كيف تسيطر على أعصابك. لو شو ما عمل معكن هذا الزلمة بيضلوا أبوكن، فهمتوا؟ كل حكيه وتعصيبه هاد بسببي أنا، لأني رفعت عليه الدعوة، أنتو مالكن دخل. بترجاك حبيبي أنت وأختك خليكن برات الموضوع. وينو سعيد علي؟ تعالوا ندور عليه، يلا فوتوا. ماما، سعيد علي عم يبكي تحت الطاولة. يا روحي حبيبي سعيد علي، شو عم تعمل تحت الطاولة يا عمري؟ شو نزلت لتلعب يعني؟ يمين اجا؟ شفت يا روحي كيف اجوا دفنا وكرم مشان نلعب كلنا مع بعضنا تحت الطاولة؟ خلونا نلعب هيك على طول. اتفقنا، كل يوم انت بتنقي لعبة ومنجي منلعبها مع بعضنا تحت الطاولة. منيح هيك يا عيوني. شو صاير حضرة الضابط؟ مين مشتكي علي؟ الباي يلترم. طيب شو سبب الشكوى؟ اتهام بالضرب ومعه تقرير، والسبب الثاني هو انك وقعت على العقد بخص ابنه واخذت كل قيمة العقد والرواتب اللي عم يدفع النادي. يا رب تصبرنا، شو هالبني آدم، مو معقول بالمرة. يعني حلوة بحقي على آخر عمري اتبهدل بين الناس بسببك يا أم خليل؟ مبسوطة بهالفضيحة؟ معقول يا أبو خليل؟ أنت بتعرف نيتي؟ إيه، أنا اللي بعرف شو نيتك. تصرفت من راسك وكأني ماني موجود من دون ما تعملي لي أي اعتبار. لا تدخليني بقصصك مرة تانية. فيلدان، أنت بتعرفي نيتي مو؟ كان كل هدفي يزوج ابني وخليه يستقر، وين الغلط بالقصة؟ هاد ما نو غلط، بس الغلط هو أنك خبيتي على الكل، ما عرفت شو بدي قله، لأنه معهن حق، ما تركتيلي مجال حتى وقف جنبك أو دافع عنك. وخليل كمان ما عنده علم بالموضوع، رح يقلها للبنت أنك تصرفتي من عندك. كيف رح تطلعي بوش خليل بعد اللي صار؟ كيف بده يسامحك؟ ايه زينان، رحت وشفتها بس بهدلتني وما قبلت اعتذاري. عن جد؟ يعني قديش مضايقة حتى عملت هيك؟ أنا بعرف إنه سيران بنت هادية وما لها بالمشاكل بالمرة. مدحت، أنت جرحتها كتير، لو ما بتحبك ما كانت زعلت منك. هيك قلتك؟ إيه، يعني واضحة القصة. هلأ الإنسان ما بيفرق معه زعل الناس العاديين، لو ما بتحبك ما تضايقت. ما بتسمع المثل؟ الإنسان ما بينجرح من الحجرة اللي بيرميها العدو، تجرح وردة بيرميها الحبيب. إيه؟ يعني أنا خسرتها هلأ؟ كيف بدي راضيها؟ ها؟
هاي عندك، طول بالك عليها شوي، خليها تروق وبعد فترة بتحكي معها. يا أخي ولا يهمك، بكرة بتتصالحوا. أهلين قدرية. مدحت، إجت الشرطة وأخذت عمي على المخفر. ليش؟ شوفي شو صاير. ما بعرف مدحت، ما بعرف. محمود معه، بس لهلأ ما حدا اتصل وطمنا. قلت إذا فيك أنت تروح وراهن مشان نعرف شو صاير معه. أخذوا أبي على المخفر. شو؟ مدحت، مدحت، إذا احتجت لشي حاكيني فوراً بجي. ها؟ معقول؟ عندكن كل هالذكريات مع الخال حافظ؟ ها؟ طبيعي، لأنه عشنا كل طفولتنا عند الخال حافظ. أنت ذكرتني هلأ بالمرحومة أمي، هي اللي أخدتني من إيدي وراحت لعند الخال حافظ وقالت له: ليك أخي حافظ، لحمات هالصبي إلك والعظمات إلنا. بوقتها كان عمري 10 سنين، بس متذكر قلت لها: أمي رح تتركيني هون؟ قالت لي: من اليوم ورايح أنت رح تشتغل هون وتسمع كلام معلمك. قالت لي هالحكي وراحت. نحنا مو بس تعلمنا شغل النحاس عند الخال حافظ الله يرحمه، نحنا كبرنا وتعلمنا الرجولة والإنسانية الحمد لله. كل شي بالحياة بتحبه وبتخاف عليه، صدقني رح يختفي بيوم من الأيام. الموت بيزعل وبيوجع، بس مع الوقت الحزن بيخف وبتستمر الحياة. وفي وجع ما بيخف مع الوقت طبعاً، بس بتتعود عليه وبيعيش معك. من وين بتجيب هالحكي الحلو عمي رضا؟ والله كله جواهر الصراحة يا دكتور. وينك لهلا؟ صاير معك شي؟ لا ما في شي، كله تمام. خليل شو طمني، حكيته بالموضوع؟ ايه طمن، حكينا ومشي الحال. طيب شو صار؟ قلت له انه ما في نصيب؟ يعني ان شاء الله ما تكون اتضايقت. انا قررت اخطب مريم. عن جد؟ خطبت شو عمي؟ مين مريم؟ يا جماعة خلوني غسل ايدي بالاول وبرجع بنحكي على رواق. رح يخطب؟ ايه؟ عن جد هالحكي؟ هيك الظاهر. ونحن ما منعرف؟ نحن هلأ عرفنا، بس الظاهر هو قرر فجأة لأنه مبين عليه مصدوم. يا الله شو اللي عم يصير؟ طمني أخي. لساتنا بالمخفر، عم ياخدوا أقواله. الباي مقدم شكوى ضده. هذا الواطي ما عاد يحل عنا بقى؟ شو بيعرفني أخي؟ اسمعني، يمكن رح نحتاج لمحامي، اتصل بإحسان خليه يجي لعنا. لو سمحت. تفضل. أنا هون مشان أقدم إفادتي. تفضل ارتاح، هلأ بينادولك. إجا الوسخ. الباي عندك؟ ماشي، أنا ليكني على الطريق، إذا بشوفه رح أقتله، والله لأقتله. يا قليل الأصل، لك أنت ما بتخجل على حالك؟ ما بيكفي اللي عملته فينا لهلأ، فهمني شو لسه بدك منا؟ قلي ها؟ لك قديشك واحد بلا أخلاق عن جد؟ يا أخي ما بدك تحل عنا بقى؟ اطلع من حياتنا، اطلع. شايف شو عم يصير؟ كل ما حاولنا نبعد عنه بيرجع بيضغط علينا، عم يحاول ينتقم منك ومن أمي. رح تخسر مستقبلك من ورا. شو طالع بإيدي أختي؟ وصلت معه إنه يصير يحاربنا بمستقبلنا؟ يا الله، بعد ما قررنا نبعد ونعيش براحتنا
ليك كيف كانت أول ليلة ببيتنا؟ تحولت لكابوس. شو يا أولاد؟ تعيدي جنبي لشوف بنتي الحلوة. أولادي نور عيوني. تعرفوا شو السعادة الحقيقية يا أولاد؟ هي السعادة اللي بتنبع من جواتنا، وهي قرار خاص فينا. لهيك لو شو ما صار حوالينا، وقد ما كان في مشاكل وعرقيل، وقد ما حاولوا يضغطوا علينا ويزعلونا، حتى لو كانوا أقرب الناس إلنا، ما رح نستسلم ولا نفقد الأمل. أحياناً بابا بيعصب علينا بس مو بقصده، بس نحن ما رح نسمح لأي حدا إنه يحرمنا من السعادة ولا من الأمان، لأنه هي المشاعر جواتنا ما في حدا بالدنيا كلها رح يقدر ياخدها منا. ما رح أسمح لحدا يدمر سعادتنا، وأنتو كمان هذا الشيء بإيدكم. نحن منقوى ببعضنا، لهيك ما بيصير نستسلم بالمرة. وأنت يا حلو، أنت كمان شجاع وقوي مثل جدك، ما هيك؟ هاي الليلة بالذات كتير مهمة بحياتنا، وما رح نقضيها هيك زعلانين. يا عمري أنت، الحمد لله أنك هون. أساساً أنتو السبب يلي بيخليني يكون قوية، وما بتعرفوا قديش أنا محظوظة لأنه عندي أولاد مثلكم. ماما أنا آسف. ولا يهمك، بدنا ننسى كل شي صار هلأ. دفنا، قومي جددي الشاي وأنا رح أقطع الكيك. إيه؟ شو يا روحي، مو لازم ناكل الكيك ولا نعست وبدك تنام؟ ناكل بالأول. ناكل أكيد. يلا اتفقنا، ما بيأثر حتى لو نمنا متأخرين شوي. هذا خالكم. ألو، أهلين حبيبي. ملك، هذا الواطي زوجك مقدم شكوى ضد أبوكي، ونحن هلا بالمخفر. أبوكي بهذا العمر عم يتجرجر على المخافر بسببك. رح سكر هلا. الله معك. وينه؟ عم يقدم إفادته. حضرة الضابط شكراً، يعطيك العافية. العفو، شكراً كتير. أنت كيف بتتجرأ تشتكي على أبي؟ خلاص مدحت، نسيت إنه نحن بالمخفر ما بيصير هيك. خلاص ما صار شيء. حلو والله، ما بكفي إنه أبوك تعدى علي، شفت بعينك حضرة الضابط كيف تهجم علي؟ لك أنت ما بتخجل على حالك؟ وقف عندك. ما في مشكلة، نحن منعتذر. مدحت، شو الشكوى اللي مقدمها؟ جايب تقرير ومدعي على أبوك إنه ضربه. هاد عم يكذب حضرة الضابط، أنا اللي ضربته. لا مو صحيح، أخي عم بيحاول يشيل الموضوع عني. بصراحة أنا اللي ضربته، بس ما أذيته كتير، كان لازم كسره. هلأ منشوف. لا تصدقون، عم يحاولوا يحموا أبوهم. الحقيقة إنه اللي ضربني وقع العقد وأخذ المصاري اللي كانوا من حق ابني هو سعيد علي. ولك حاجتك كذبه ولك. وقفك لو سمحت. خلاص. قديشك واحد وسخ وبلا أصل عن جد. ها؟ محمود؟ خلص محمود، تعال بكفي. أنتوا بهي الطريقة عم تورطوا حالكم. أنا رح فوت لجوا هلأ حتى أشوف الوضع وأطمن على عمي. يلا روحوا من هون وهدوا أعصابكم، أنا بجي لعندكم. يلا محمود، يلا مدحت، ما بدي أشوفكم هون. امشي مدحت، أنا بورجيك. ماما طيب خليني أجي معك. أصلاً اللي صار بسببي أنا، لأنه خليت جدي يوقع لي العقد. لا تحاول، ما رح خليك تجي معي. ما بدي تشوف أبوك هونيك وترجعوا تتخانقوا مرة تانية أنت وياه. خليكن هون مع أخوكن الصغير ولعبوا معه شوي بلا ما ينام وهو زعلان. يلا، ولا تخلوا يسهر كتير. سكروا الباب منيح ولا تفتحوا لحدا. ماما حبيبتي لا تقلقي، ماشي، أنا بهتم بسعيد علي. ديري بالك علي. ولا يهمك حبيبتي.
روحي. تعال انتبهوا على حالكم منيح. ايه خاطركم. عمر وين كنت لهلا؟ شفت عمك شي؟ كنت بالمزرعة. كنا مشغولين بالعزا ما قدرنا نشوفه. طمني عنه كيفه؟ ستي ليش هيك عملتي معه؟ شو؟ عمي مانو ولد صغير، كيف بتروحي بتخطبي له بنت من دون ما تسأليه حتى؟ انتو بأي عصر عايشين؟ اللي عملتوه ظلم ومو صح، وانتي بتعرفي هاد الحكي. كمان انت يا عمر عم تحكي هيك؟ انا لاني بحبه بس كده. هاد اللي عملتيه مانو حب يا ستي. انتو عم تتدخلوا بحياتنا كلنا بهالبيت بطريقة كتير بشعة. الحب مو يعني انك تجبريه يتزوج. انا عن جد متضايق منك. لا تحبيني بنفس الطريقة وإلا رح تخسريني وقتها. أهلين حبيبي، تعال نحكي شوي. معك حق تتضايق منهم، بس لازم تعذرهم. هنن كانت نيتهم أنه يفرحوا بعمك مو أكتر. بس هاد الحكي مانو مبرر بالمرة. قليلي أنت كنتي بتعرفي بالموضوع من قبل؟ أكيد ما كنت بعرف كل التفاصيل. من لما بلشت ملك شغل بالورشة أخذوا قرار بأنه يخطبوا له لعمك. أوف منك أمي، ليش ما عرضتيهم؟ ما كان لازم تخليهم يعملوا هيك؟ كتير حاولت أمنعهم بس ما كانوا يسمعوا، وحكيت مع ستك أكتر من مرة بالموضوع بس كانت على طول تتجاهلني، لهيك سكتت وما عاد تدخلت. لهيك قلتي لي خلينا نمشي من هون ما؟ خفت يجي شي نهار ويعملوا فيك مثل ما عملوا بعمك، وإذا صار هيك شي بالمستقبل وقتها ما بعرف شو ممكن أعمل. ليك يمي، إذا بيفكروا يعملوا فيني هيك شي من دون ما يخبروني، لا تفكريني إني رح راعي إنهم جدي وستي. رح تكون ردة فعلي كتير تقيلة عليهم وعليكي كمان. الله يسامحك، بس يعني معقول أنا أعمل فيك هيك شي؟ بس أنت كمان ما رح تعمل شي زعلني مو هيك؟ فيك تقلي شو هذا اللي عملته؟ أنت ما بتخجل يعني؟ كيف بتسمح لحالك تفتري على رجال كبير بالعمر وتجرجره على المخافر؟ لك شو بدك منه؟ شو سوالك؟ اللي عم تقولي عنه كبير هو اللي استغل ابني واخذ له مصاري. بلا حكي فاضي قلبي، أنت بتعرف إنه أبي ما أخذ ليرة واحدة من مصاري كرم، لأنه هو ماله مثلك بلا أصل. تعرف شو اللي عمله أبي؟ أبي اللي عم تتهمه، أبي وقف ودافع عن حفيده وساعده لحتى وصل. حضرتك وين كنت؟ بشو ساعدته لابنك؟ خلي يساعدك انت بالاول، ولا ما بيعرف غير يقلعك انت ولادك من البيت؟ هيك الاب؟ ها؟ واخدتي بيت لحالي؟ ايه؟ مفكره ما بعرف شو في براسك؟ شو ما كان براسي انت شو دخلك؟ فهمني شو دخلك اذا اخذت بيت ولا لا؟ انت ما لك علاقه باي شيء بيخصني. انا ما رح اسمح لك تدمري حياه اولادي. ليك مين عم يحكي؟ هلا لتذكرت انه في عندك اولاد، ليش انت ما تعرف عليهم؟ صار لك تاركهم كل هالوقت وهلا صرت تفكر فيهم؟ اخي اتركه خلص. شو دخلك انت؟ على اساس انتو كنتوا معترفين باختكم؟ ها؟ اللي بيسمعك بيقول انها بتهمكم. اسمعي، الاولاد ما رح اعطيك اياهم لو شو ما عملتي. شو في معك مهله لبكره الصبح؟ اذا ما بيكونوا الاولاد عندي رح تشرفي لهون على المخفر وتقعدي جنب ابوكي، فهمتي؟ طلعوا فيني الأولاد، ما بيرجعوا لهذا الواطي. أبي
أبي؟ أحسان؟ بابا؟ ملاك لسه ما شفت شيء. محمود رح نموت من الخوف عليكم، شو صاير معكم؟ الباي اللي مقدم الشكوى، شفت؟ طلعت ملك ورا القصة كالعادة، قلت لكم أنا، إيه؟ خليها لكان تعطيه الأولاد، وطالوا عمي من المخفر، معقول يبقى هنيك؟ قدرية احكي شوفي. عمتي طولي بالك عم بحكي. طيب، الله يريحنا من هالقصة بقى. ماشي. قلي لي شوفي، شو عم ما يصير؟ عمتي طلعت القصة كتير كبيرة. لك والله مو فارق معي الفريق، ما بدي غير يترك جدي وأمي بحالهم. لك كرم، حتى لو تركت الفريق شو رح يصير؟ المصاري انصرفت وهلأ ماما مستأجرة هذا البيت. وبتجي بتقلي لا تعصب. الحق علي لأني عطيتها رقمي. مين هي؟ اللي ما بتتسمى، قدرية مرت خالك. ألو؟ ها؟ حبيبتي دفنة؟ ليكي ما كان بدي اتصل فيكي وضايقك، بس الصراحة ما قدرت امسك حالي. يعني اللي عم يعملوا أبوكن من جهة وعناد أمك من جهة تانية. خلى عمي يفوت على السجن. لك معقول زلمة كبير بهالعمر إله مكانته وقيمته بين الناس يتجرجر على المخافر؟ ما بيصير والله. أبوكم بكرة رح يقدم شكوى بأمكم. شو رح يصير إذا انسجنت هي كمان؟ من وين عرفتي هالحكي؟ خالك محمود خبرني. أبوك يعمل مشكلة كبيرة بالمخفر، وقال إذا ما بترجعوا لي ولادي رح أحبسكم كلكم. أنتوا ما بتقبلوها مو هيك؟ يعني شو ذنبنا نحن بالقصة ها؟ ليكي حبيبتي، اسمعي مني وروحوا ورجعوا لعند أبوكم، هو أحق فيكم. بالآخر هو أبوكم، يعني ما نوعدوكم. مزبوط، وبيحبكم. بعرف مو فارق معكم ولا هاممكن جدكن وخالكن، بس على قليلة فكروا بأمكن، حرام مشان مصلحتها. يعني رجعوا لعند أبوكن شو رح يصير عليكن؟ خلونا نرتاح من هالقصة. أمكن رفعت قضية وصاية، بالنهاية رح ترجعوا لعندها. ليكي أنا عم قوم بواجبي تجاه هاد البيت وتجاه هاي العيلة، والموضوع هلأ صار بإيدكن أنتو، بس ما بقى فينا نتحمل أكتر من هيك. الوضع ما بقى ينحمل. خلصتي؟ شو بدي أقول أكتر من هيك؟ بتمنى تفهميني، بتمنى. يلا تصبحي على خير. Bir varmış, bir yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Karşımda kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış biri yokmuş diyemem. Yeniden belki güneş doğacaktır yeniden.